حصل لقاح تحالف فايزر وبيونتك المضاد لكوفيد 19 على ترخيص لاستخدامه في المملكة المتحدة، وسوف يصبح متوفرا اعتبارا من الأسبوع المقبل وفقا لما أعلنه المتحدث باسم الحكومة اليوم. وقال متحدث باسم وزارة الصحة البريطانية: وافقت الحكومة اليوم على توصية الوكالة المستقلة لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية بالتصريح باستخدام لقاح فايزر بايونتك المضاد لكوفيد 19، مشيرا إلى أن اللقاح سوف يصبح متوفرا في كل أنحاء المملكة المتحدة اعتبارا من الأسبوع المقبل. وأوضح المتحدث أن الضوء الأخضر منح بعد أشهر من تجارب سريرية دقيقة وتحليل معمق للبيانات من جانب خبراء ووكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، الذين استنتجوا أن اللقاح يلبي معاييرهم الصارمة للسلامة والنوعية والفعالية.